يبدو أن اتفاق الهدنة الذي أبرم بين الانفصاليين في شرق أوكرانيا وكييف قد تم احترامه برغم بعض الانتهاكات، لكن المسؤولين من كلا الطرفين اعتمدوا نبرة خطابية فيها شيء من التحدي والتعنيف في الوقت ذاته. ويريد رئيس وزراء جمهورية دونتسك الانفصالية المعلنة من جانب واحد ألكسندر زاخارتشينكو يريد إضافة الاعتراف باستقلال جمهوريته على الاتفاق المبرم مع كييف. لا أحد تحدث عنا كجزء من أوكرانيا. نتفهم جيدا أن المجتمع والقانون الدوليين غير قادرين على الاعتراف على الفور، لكن الإجراء يأخذ مساره على كل حال. من جهته أعلن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو خلال زيارته إلى ماريوبول، حيث تدور مواجهات بين الانفصاليين الموالين لروسيا والجيش منذ عدة أيام رغم إعلان وقف إطلاق النار تحيل 1200 شخص أسرهم الانفصاليون. قضايا وحدة التراب والسيادة واستقلال بلدي لا تخضع للتفاوض بشأنها. ينبغي أن نتحلى بالمسؤولية، فلا يمكن أن ننتصر أثناء نشوب الصراع بالسلاح فقط، فكلما زاد الضغط فإن القوات الروسية ستدخل أراضينا. هذا وحلقت مقاتلة تابعة للقوات المسلحة الروسية فوق فرقاطة كندية كانت تقوم بمهمة للحلف الأطلسي في البحر الأسود، ما حمل الحكومة الكندية على التنديد بالحادث معتبرة أنه استفزاز بدون جدوى.